ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. لم يكن يتوقع الشاب رشيد مهوبي ابن مدينة البويرة أن صوت أحد المقرئين سيكون سببا في حفظه لكتاب الله. رشيد الشاب اليانع بدأ رحلته مع حفظ القرآن عصاميا ثم طالبا عند الشيخ بالحاج الأخضر ليتحقق بعد جهد جهيد هدفه في يوم مبارك هو يوم عرفة. أول سبب كان لي في حفظ القرآن الكريم هو عبارة عن صوت، سمعت صوت مقرئ معروف هو الشيخ سعود بن إبراهيم الشريم حفظه الله، مقرئ في الحرم المكي، فجذبني صوته جدا، والحمد لله من ذاك الوقت بدأت أبحث عن تسجيلات هذا الشيخ فكنت أسمعها فقط، يعني أتقصد السماع ولم أكن أنوي الحفظ، ومع الوقت وجدت نفسي أحفظ ما أسمع، يعني كنت نحفظ بالسماع دون أن أشعر. مثل رشيد مهوبي الجزائر في العديد من المحافل الوطنية والدولية واستطاع أن يفتك العديد من الألقاب والمراتب الأولى. الحمد لله الشيخ أهلني حتى صرت قادر نشارك مسابقات، بديت بولائية، يعني المسابقات الولائية هي صغيرة كاع، وبعد ارتقيت للمسابقات الوطنية والحمد لله ربي أكرمني بمسابقة دولية في دولة الكويت. حفظ القرآن الكريم ساعد رشيد على اجتياز شهادة الماستر علوم شريعة تخصص أصول الفقه بنجاح وجدارة، كما كان له نموذجا لحسن الأخلاق والتربية الحسنة. القرآن نفعه عظيم، نفع شخصي ونفع عام للأمة كامل، فهو يساعد الحافظ من حيث يقوي له ملكة الحفظ ويؤدبه ويربيه ويتخلق، يساعده باش يتخلق بأخلاق القرآن. رشيد مهوبي هو نموذج الشاب الجزائري الناجح الذي استطاع حفظ كتاب الله كاملا والعمل به. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.